إسرائيل هتنتهي في 2027، ده مش كلامي، ده كلام الإسرائيليين نفسه. لعنة العقد الثامن، دي اللعنة اللي كل إسرائيل خايفة منها. بس هي إيه لعنة العقد الثامن؟ دي نبوءة تاريخية عن اليهود، واللي اتكلم عنها إيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، واللي قال في سنة 2022 إن اليهود مفيش دولة ليهم بتكمل 80 سنة إلا وبتنتهي. أول 80 سنة لإنشاء أول دولة يهودية كانت في عهد الملك داوود، وبعد 80 سنة انتهت الدولة دي، وتاني دولة كانت في عهد الحشمونائيم، واللي برضه اتفككت بعد 80 سنة. إيهود باراك بيقول إن التفكك اللي بتعاني منه إسرائيل في الداخل، وتجاهل التحذيرات اللي إسرائيل بتتعرض ليها، مع اقتراب العقد الثامن في 2027. في مؤرخين يهود كمان بيأكدوا النظرية دي. مش بس كده، دول كمان بيقولوا إن دي الفرصة الأخيرة لإسرائيل عشان يلحقوا نفسهم، لأن لو اتفككت دولة إسرائيل للمرة التالتة، مش هيبقى في فرصة رابعة إن إسرائيل تتكون تاني. وبعد النظريات اللي قال عليها إيهود باراك، بسنة واحدة قامت الحرب في غزة، ونظرة إيهود بتقرب يوم عن يوم. تفتكروا الفترة الجاية ممكن تشهد زوال دولة إسرائيل؟